السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بلال فهيم. فيديو جديد. فالفيديو هذا عيكون عبارة عن ثلاثة تمارين. فيديو خفيف عيكون فيه ثلاثة ديال التمارين ديال عضلات البطن السفلى اللي أي واحد ذكر أنثى صغير كبير عنده المشكل فيها. فالتمرين هذا عيكون ما فيه شي خمسة دقائق، يعني أي واحد قدر يتفرجوا وعتستفدوا فيه الأكثر. صوب خليكم مع هالتمارين هادو ما سهلين تقدر تعملهم غير في الدار ديالك. وقبل ما نبداو بغيتك تهون تحت كليكي على اللايك وتخلي لي كومونتير تحت، واذا كنتي اول مره كتشوفني غادي تهون تحت كليكي على البوطونه الحمراء فيها ابوني او سبسكرايب باش تشترك معي في القناه وتفعل الجرس باش يطلع لك فيديو في النوتيفيكاسيون. صو خلينا نبداو مع التمارين ديال الابس. التمرين الاول من عضله البطن السفلى اللي كل شيء عنده فيها المشكل. التمرين هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره غادي تنعس، غتشوف شي طبيه ولا شي حصيره غتنعس عليها هكذا، غتطلق يدك وغتبقى تعلي غير من النص ديالك لتحت، غتبقى تعلي رجلك حتى الفوق، غتعلي وغتهبط، غتعلي وتهبط 10 ديال المرات وغترتاح، غادي تعاودها 5 ديال المرات. التمرين الثاني كيف ما كتشوفوا في الصوره معايا غادي تحاول ما امكن تكالي رجلك في شي بلاصه باش ما ترجعش للوراء، وغادي تعمل مثلا شي قرعه الماء في يدك وغادي تبقى الدور من الشمال لليمين. صوب هاد التمرين هذا كذلك غادي تخدم فيه 10 ديال ريبيتيسيون وغادي تعاودها 5 المرات كذلك. كيف ما شفنا انه هو التمرين ساهل بزاف، اذا بغيتي تعملو غير بيدك هكذا ماشي مشكل، ولكن هاد التمرين هذا كنركزو مزيان على العضلات ديال الجناب. للاغلبيه بنات او دراري عندهم مشكل، عندهم ترهلات في الجناب، وكذلك كنركزو على العضله السفليه اللي كل شيء عنده المشكل فيها. صوب هاد التمرين مفيد بزاف. التمرين الثالث والاخير هو التمرين ديال الجيناج. هاد التمرين هذا كنخدمو فيه الفول ابس ديالنا، يعني البطن كامل، ولكن كنركزو مزيان كذلك على العضله السفليه ديال البطن. كيف ما كتشوفوا في الصوره معايا غادي نعسو بوزيسيون تراكسيون، ولكن هاد المره على الكود ديالنا. غادي نحاولوا ما امكن نطلعوا النص ديالنا، النص ديالنا ما يكونش طالع بزاف وما يكونش هاود بزاف، وكذلك الجهه ديال الصدر ديالنا ما يكونش هاود بزاف ما يكونش طالع، غنبقاو في خط مستقيم. غنطلعوا في هاد البوزيسيون هذا وغادي نحسبوا 15 المره، يعني 15 ثانيه، وغادي نرتاحوا وكذلك غادي نعاودوها 5 المرات. وكتمرين اخر اللي هو الجيناج كذلك، هذا غادي نحسبوه مع التمرين الثالث. كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره هذا الجيناج ديال الجناب، كنا وقفنا في بوزيسيون على الكودوس ديالنا. فهاد التمرين هذا اللي هو مشابه للتمرين الثالث غادي نوقفوا بوزيسيون على الجناب ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره هاد التمرين مهم بزاف. هذا غادي نخدموه الشمال، اللي خدمنا في الشمال غادي نخدموه في اليمين، يعني غنعطيو 15 ثانيه في الجهه ديال الشمال و15 ثانيه في الجهه ديال اليمين. هذا يلا سيري واحد، وغادي نعاودوها 5 ديال المرات وغنكونوا هنا انتهينا من التمارين ديالنا. اذا غنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. نتمنى يكون هذا الفيديو هذا استفدتوا منه بزاف. اذا استفدتي منه وجاك الفيديو هذا مفيد هول لتحت تخلي لي لايك باش نشوفك، وعاد خلي لي التعليق من تحت كرأي بناء. هذا هو الفيديو، موعدنا الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو.